السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. بهذا الفيديو الجديد راح نحكي فيه عن فيديو بيعتبر شخصي، يعني كدردشة اخوية بيني وبينكم لكل شخص عم يشاهد هذا الفيديو، سواء كان من المتابعين او لاول مرة عم يشوف الفيديو. ما في اي مشكلة، لانه راح احكي بشكل شخصي عن تقريبا عن حياتي وسبب بقائي في اليونان. اللي بيتابعني وبيعرفني على وسائل التواصل الاجتماعي بيعرف انه صار لي فترة يعني كبيرة باليونان. انا تقريبا يا اصدقائي صار لي باليونان من شهر العاشر 2019، يعني تقريبا في عنا 3 سنين الا 3 4 اشهر، ولحد الان موجود في اليونان. اللي عم يسأل انت يا اخ محمد ليش لحد الان في اليونان، ليش ما طلعت على دولة تانية، ولنفرض على المانيا، على فرنسا، على النمسا، على دولة تانية، هل انت مثلا حبيت اليونان او عم تشتغل باليونان او بدك تستقر في اليونان او بدك تسافر؟ هاي الاسئلة كلها فينا نجاوب عليها بجواب واحد، اللي هو انا عايش في اليونان او باقي في اليونان، مو مثلا بشكل مستقر او عندي شغل او عندي مصالح او عندي اي شيء تاني في اليونان. انا باختصار شديد اصدقائي منتظر الاوراق، يعني الاشخاص اللي بيعرفوا اللي مروا من اليونان او اللي استنوا اخذوا اوراق اليونانية بيعرفوا انه انت اذا ما اخذت الاوراق اليونانية ما فيك تسافر. يعني اذا بدك تسافر بشكل نظامي من اليونان وتروح على دولة تانية وتقدم لجوء، لازم تحصل على الاقامة وجواز السفر وبعدين تروح على الدولة اللي بدك اياها، او في دول محددة يعني فيك تروح عليها وتقدم لجوء، واللي هي تقريبا محصورة بين المانيا وبلجيكا، والمانيا بشكل كبير كتير لانه في عندك بصمة دبلن وما فيك تروح الى دولة تانية. يعني في اليونان الحياة، اصدقائي اللي بده يجي لليونان كمان فيني يقدم نصائح عن تجربة شخصية. يعني اليونان يعني طقس في اليونان الجو ما في احلى منه، صيف صيف، شتاء شتاء، ربيع ربيع، خريف خريف، يعني كأنك عايش بدولتك، يعني بمدينتك، مثل جو تركيا وسوريا وما دول الشرق الاوسط، يعني نفس الشيء. والعالم والشعب يعني في منه هيك وفي منه هيك، في منه الواحد مثلا ممكن يحكي معه وياخذ ويعطي ويكون قريب عليك، وفي نسبة قليلة ممكن تلاقوها مثلا بالشارع، يكون مثلا اللاجئ او الشخص الاجنبي مو محبوب بالنسبة له، او يكون عنده حقد شيء تاني باتجاه لاجئي الشرق الاوسط. يعني اليونان للاشخاص اللي مثلي ومثلك مو بلد انك تستقر فيه وتشتغل وتأمن حياة اولادك، ولكن اذا كان عندك عملة او عندك مصاري او عندك مشاريع بتفتح مشاريع، فاليونان تبقى من احسن الاماكن انك تفتح مشروع. طبعا مشروع عم نحكي عن مبلغ كبير، مو مبلغ 1000 و2000 يورو، يعني مبلغ كبير تعيش حالك، يعني مصدر رزق. اما اذا انت مواطن عادي مثلي، يعني شخص عادي، فالافضل انك تاخذ اوراقك وتسافر على طول بشكل نظام. انا من الاخطاء اللي ارتكبناها، يعني طبعا هون معرفة بامور البلد تلعب دور مهم جدا. اصدقائك، البيئة اللي حواليك، الاشخاص اللي حواليك اللي بتعرفهم، اصدقائك، نصائحهم بتلعب دور كبير كتير. يعني انا 2019 صار لي 3 سنين هون، لو من 2019 طالع مكمل طريقي كنت هلا يعني ما اخذ هديك الحسبة والاوراق وكان اموري كلياتها تمام باي دولة ما كانت، سواء كانت بالمانيا او النمسا او النرويج او الدنمارك او اي دولة. وما كان لو تطلع من هون فورا ما بتكون عندك بصمة دبلن، يعني انت حر، بدك تقدم لجوء ببلجيكا قدم، بدك تقدم بالمانيا قدم، بدك تقدم بالنرويج قدم، ما في اي مشكلة. اما اذا تاخذ الاوراق اليونانية فانت تقريبا تنحصر فرصك في قبول لجوءك في المانيا فقط، وبعد معاناة وبعد يعني مشاكل وهيك، يعني ما بتاخذ اللجوء او الحماية فورا، ولكن نسبة كبيرة بياخذوا، ولكن بعد معاناة وبعد انتظار كتير، يعني بينتظروا سنة سنتين لبين ما يفتحوا ملفاتهم حسب كل ولاية، حسب كل حكومة، كل مستشار، بصير انتخابات.
فكل هاي العوامل بتلعب دور. ولكن اليونان مثل ما قلنا يعني من افضل الاماكن يعني، فهذا الخطأ اللي ارتكبته وما طلعت طبعا. وهذيك الايام كانت معي عائلتي، الشخص اللي معاه عائلته يعني مو مثل الشخص لوحده. الشخص العزابي لوحده فيه يمشي يوم يومين ثلاثة ويعدي دول. بعرف أشخاص عدوا حدود 7 دول وثمان دول لوصلوا لوجهتهم، لوصلوا للدولة اللي بدهم إياها، بعد معاناة بعد تعب بعد ضرب بعد يعني شيء ما بتصور، ولكن وصلوا بس كانوا لوحدهم. أما إذا كان معك مع عائلتك يعني فصعب جدا إنك تجازف أو تغامر بهاي المغامرة وتروح وتعب من هذا الشيء. فأنا كان معي عائلتي، فمشان هيك يعني ترددت، قلت أستنى في اليونان وأخذ الأوراق وأطلع نظامي بالطيارة أو بأي وسيلة تانية، ولكن بشكل نظامي. ولكن الأمور ما مشيت مثل ما بدنا. في أحيانا بتصير مشاكل، بتصير أشياء مفاجئة يعني مو بالتوقعات اللي أنت حاططها. طولنا يعني، في أشخاص بياخدوا الإقامة والجواز السفر اللي نحن كمان منتظرينه بياخدوها بسنة بسنة ونص سنتين، في عالم أخدوها وراحوا وهلأ أمورهم ماشية ماشي الحال، وفي عالم استنت 3 سنين و4 سنين لبين ما أخدت الإقامة والجواز. فبهاي الفترة ممكن تشتغل باليونان، ممكن تلاقي شغل إذا كان عندك اللغة وشطارة شوي منك وحظ. وإذا كنت بالمدن ممكن تلاقي شغل يعني تعيش حالك لبين ما يجهزوا أوراقك يعني. ممكن كمان تستنى بالمخيمات، ولكن الوضع بالمخيمات صعب جدا يعني. المدن شلون ما كان أحسن من المخيمات يعني. الشخص بده يطلع وبده يطلع يعني على حالتين يعني، الشخص على حالتين بده يطلع. فإذا صح له شغل شو فيها، ممكن يشتغل ويأمن مصروفه، لأنه معاشات هون باليونان لا تفكروا أنه مثل ألمانيا و300 يورو و400 يورو و500 يورو ومعاشات الأطفال هيك. لا، باليونان بيعطوا شيء قليل جدا لبين ما يجيك رد الإقامة، لبين ما تاخذ أنت تكون مؤهل لتاخذ الإقامة وجواز السفر يعني. لما تكون أنت بنصف الطريق بيقطعوا عنك المعاش، وسكن كمان بيقولوا لك راح تترك السكن وتأجر على حسابك. فمشان هيك العالم يعني بالأصح بيهربوا من اليونان، بما أنه اليونان الجو تبعها والشعب هون والمنطقة بتحسها غريبة عليك يعني، مو بعيدة عليك يعني. ولكن ما في هذاك الاهتمام أو التحفيز للاجئين والمهاجرين اللي بيجوا لليونان، أنه خلاص من حفزك دراسة، إذا أنت بحاجة مصاري ممكن تاخذ مصاري لفترة معينة لبين ما تلملم أوراقك وتلملم حالك وأوضاعك وتدرس، وإذا كان عندك أي حرفة أي صنعة هيك بيساعدوك. بدول تانية ممكن يلاقوا هذا الشيء، ولكن في اليونان مو ممكن يلاقي هذا الشيء. صعب جدا التأقلم مع المجتمع والاندماج، لأنه ما في عمل، والمساعدات اللي بيعطوها قبل ما تلاقي عمل بتكون محدودة كتير يعني. فحبيت أطلع بهذا الفيديو أشرح الوضع، ليش ضليت أو ليش باقي في اليونان لحد الآن. سبب أعتقد أنه صار معروف للجميع. نلقاكم بفيديو تاني، سلام.